أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به مننا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، مرحبا بكم في حديث اليوم 24 من أيام شهر رمضان المبارك. الحديث اليوم دقيق، ودقة الحديث لأنه يتحدث عن تفصيلات وجزئيات. هذه التفصيلات والجزئيات يلخصها كلمة نظام. نعم يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى خلق كونا منظما محكما. هو تحدانا وقال: ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خلق ليل يعقبه نهار، ليل يطول في أماكن ليتناسب مع نباتات هذه الأماكن، لأن الزهور لها عمر، لها ساعات من الليل. إن لم تكن ساعات الليل هذه مناسبة لهذه النبتة لا تنبت. خلق نهار له ميزات، شمس مشرقة وكدح وكد، وهو سبحانه وتعالى خاطبنا وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. أقل من ذلك يا إخواني، هل تتصورون الحياة مع انعدام عنصر واحد من عناصرها؟ هل يكون حياة بلا شمس، بلا ماء، بلا هواء؟ كثيرا ما تدخل الإنسان بيده فعبث في ترتيب البيئة وترتيب الكون، وانظروا ماذا حدث: ارتفاع في نسبة حرارة الأرض وثقب الأوزون وهذه المصائب والمصاعب التي أضرت بالنظام الكوني، لأن الإنسان عبث في الكون وأزاد نسبة عنصر عن حجمه الطبيعي وعن معدله الطبيعي، هذه الملوثات من الأكاسيد والكربونات. سامحوني لهذه المصطلحات، لكن أنا كما قلت الحديث اليوم حديث دقيق. هذا النسق وهذا الترتيب البديع أتناسب معه أن يخلق إنسان عبث في فوضى؟ الله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا خلق الإنسان ونظم حياته تنظيما، خلقه وفق قوانين وجعل له مهمات محددة. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، همل هكذا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ الذي خلق كل هذه التقديرات والدقة، أيترك الإنسان هكذا؟
رمضان يا إخواني يعلمنا الضبط والنظام. أذان المغرب في دقيقة محددة، لا يجوز لك أن تأكل قبلها بدقيقة، فسد صيامك. ولا يجوز لك أن تؤخر، ولا يجوز لك أن تأكل بعد الفجر. هذا الضبط وهذه الدقة من أجل أن يتعود الإنسان في حياة النظام. الله الذي لم يخلق شيئا هكذا رتب حياة الإنسان ترتيبا معينا، على الإنسان أن يراجع هذا الترتيب وفق تدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره. وأول شيء ينبغي أن ينظم وداخل الإنسان، لأن فساد داخل الإنسان يجعل الإنسان يراوح مكانه بل يتأخر. إذا تلوثت نية الإنسان فلا عمل، وإذا فسد قلب الإنسان بأمراض الحقد والحسد والكراهية فلا نجاح في حياة ولا نجاح في آخرة. الإنسان سيصاب بالأمراض النفسية في الحياة، وكل أعماله موقوفة. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويقال للمتخاصمين أخيروهم حتى يصطلح. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. آخرة الإنسان تتعطل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. شرك هذا فساد الداخل، وإنه أكبر من فساد الداخل، إنه فساد المعتقد. أن يتوجه الإنسان بأعماله إلى أحد غير الله، أو أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى شريك. إذا كان رسولنا يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. الشيخ مصطفى صدق الرافعي رحمه الله قال كلمة بديعة، قال: إن من الخطأ الأكبر أن تنظم الأشياء من حولك وتترك الفوضى في قلبك. قلب لا يعرف الحب هو قلب في فوضى. قلب لا يعرف العفو هو قلب في فوضى. قلب لا يعرف التسامح هو قلب في فوضى. قلب لا يقدر الله حق قدره، لا محبة ولا شوقا ولا طاعة ولا رضا، وقلب في فوضى. لذلك يا إخواني نريد أن ننظم قلوبنا لنرتب أولوياتها، لنجعل في أولويات قلوبنا أن الله أكبر كل كبير، فلا يوجد أكبر من الله. أن الله يحب لأنه المنعم المتفضل. أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن فعلي لأنه القدير المقتدر الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط كل شيء علما، ومن رحمته أنه لم يقدر علينا إلا الخير، فالقدر لا يأتي إلا بخير. من أنا ومن أنت حتى أعترض ولا أسلم؟ ومن تنظيم الداخل أن يستعين الإنسان بصاحب القوة والقدرة. وهل هناك صاحب قوة ولا قدرة أقوى من الله سبحانه وتعالى؟ ومن تنظيم الداخل أن يفوض الإنسان الأمر لله. أنا أجتهد أفعل ما في وسعي ثم أترك الشأن لله سبحانه وتعالى، كما كان يقول النبي: اللهم أصلح لي شأني كله. يا ربي أنا بشر، والبشر من صفاته العجز، ومن صفاته الخطأ، من صفاته الجهل، لكن أنت الحكيم وأنت العليم وأنت الرحيم وأنت الخبير. وكلتك أمري فكن لي خير وكيل.
ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. وهناك تنظيم للجوارح، وهذا النظام أن تعمل كل جارحة فيما خلقت له. العين لم تخلق لتتتبع العورات ولا لأن تنظر إلى الشهوات، وإنما خلقت لأن ترى جنة الحياة. جنة الحياة يا إخواني هي مجالس للذكر. ربنا سبحانه وتعالى خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. من يصبر نفسه مع من؟ من يتصبر بمن؟ أكان الأصحاب يتصبرون برسول الله أم رسول الله يتصبر بهم؟ أكانوا يقتدون برسول الله أم رسول الله يقتدي بهم؟ أكانوا يتعلمون من رسول الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعلم منهم؟ الرسول هو المعلم وهو القائد وهو القدوة، ومع ذلك ربنا يخاطب يقول: انظر إلى هؤلاء، اصبر نفسك معهم مع أن صلاح أمرهم بك، لا تعد عيناك عنهم مع أن أعينهم متعلقة بك، وخيرهم منوط بك. ما بالنا نحن ونحن الذين نريد الخير ونريد الأجر ونريد التثبيت ونريد أن نتعرف على طريق الصالحين، كيف يعيش الإنسان حياته دون أن يجلس مجلس علم واحد، دون أن يجلس مجلس قرآني واحد، دون أن يجلس ليتعلم ما ينفعه؟ ورسولنا علمنا: احرص على ما ينفعك. والذي ينفعنا يا أخواني هو الذي يتعدى هذه الدنيا. الدنيا تنتهي بانتهائها، والذي ينفع الإنسان بعد وفاته هو الذي يصل إليها قبل أن تنتهي هذه الحياة، وهو ما يقدم الإنسان من خير، وما يتعلم الإنسان من خير، وما يكسب الإنسان من خير. ربنا خلق الجوارح لتعمل، لتعمل فيما يصلح الحياة. لم يخلق اللسان ليلوك أعراض الناس. إلى متى تظل مجالسنا عن غائب ثالث؟ أجلس أنا وأنت نتحدث عن طرف غائب، إلى متى؟ إلى متى لا نتحدث عن ما يصلحنا نحن؟ كله أنا مالي وللناس، أنا وأنت، ما الذي يصلحنا وما الذي يسوء الناس من أخلاقنا؟ إلى متى يظل العقل يفكر ويخطط في غير شؤون الآخرة؟ إلى متى؟ إلى متى تظل الجوارح؟ الإنسان يكبر ويستهلك جوارحه في الكدح من أجل الحياة فقط. كدحنا يا إخوة هذا كدح إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آخر طريقنا هذا الذي نسير فيه هو لقاء الله، فهل أعددنا؟ هذا يحتاج إلى نظام يا إخواني، نظام. كلام اليوم لن يختلف عن كلام الأمس، كنا نتحدث عن أوجه البر بالأمس، واليوم ننظم نقاعد حتى لا يطغى جانب على جانب أبدا. يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا أن نعمر الدنيا ونعمر الآخرة. مخطئ من خرب دنياه من أجل آخرته، ومخطئ من نسي آخرته من أجل دنياه، مخطئ. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن سعي الآخرة أن نعمل، لكن كيف نعمل؟ وأي العمل نعمله؟
من سعي الآخرة أن نتزوج ونربي أبناءنا. كيف نتزوج وبمن نتزوج وعلى أي الأسس سنربي أبناءنا؟ من سعي الآخرة أن نعمر الدنيا. قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الألف والسين والتاء، هذا طلب، طلب ربنا منا عمارة الأرض، لكن كيف أعمرها؟ كيف أكسب فيها؟ كيف أتاجر؟ كل هذا نظام ينبغي للإنسان أن ينظم عمله وينظم بيته وينظم حياته يا إخوة، وكل هذا هو سعي الجوارح. ونظام الجوارح أن تعمل وفق الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها. الإنسان يستخدم ويوظف جوارحه في المهمة التي خلق من أجلها. ونحن لما خلقنا؟ خلقنا لله، خلقنا لله. ومعنى أني خلقت لله أني لا أملك نفسي، لا أملك جوارحي، لا أملك حياتي، لا أملك أموالي، إنها نعم الله، ونعم الله مستعارة ومستردة. ذلك ربنا سيسألنا يوم القيامة: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. كل نعمة أعطيت لنا هي سؤال بين يدي ربنا. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره، عمره، هذا العمر الذي ظننته لي سأحاسب عليه وأسأل عنه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه القوة والفتوة فيما أبلاه، وعن ماله من أين وإلى أين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نقطة نظام يا إخوة، نقطة نظام من أجل تنظيم العلاقات. لنا أرحام ولنا جيران ولنا أصحاب، هل فيهم أحد أولى عندنا من الله؟ هل فيهم أحد أولى من والدينا؟ هل فيهم أحد أولى من زوجاتنا وأبنائنا؟ نظام، نظام، هكذا هو الترتيب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الدائرة، دائرة العلاقات، هذه هي السلسلة المنتظمة المترابطة. لا يجوز أن يتقدم أحد على أحد بهذا التسلسل: الله، الوالدين، الأرحام، ثم الذي يتلو والذي يتلو. إلى متى يظل الإنسان لطيف مع كل الناس إلا أهله، رقيق مع كل الناس إلا أرحامه؟ إلى متى يظل الإنسان واصل لكل الناس إلا من حقه الصلة؟ وأحقه، لا يوجد أحق بالصلة من الله سبحانه وتعالى ومن أهل الإنسان. لمتى يظل الإنسان يمد يد الخير للآخرين ويحرم رحمه؟ إلى متى؟ هذا يحتاج إلى نقطة نظام يا إخوة. لذلك أنا قلت حديث اليوم حديث دقيق، ومن دقته أنه ينتظم كل عمل يعمله الإنسان،
كل عمل يعمله الإنسان. فمن النظام أن ترتب في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى أن الفرائض أولى من النوافل. وأن حقوق الله سبحانه وتعالى مقدسة كحقوق العباد. وأن كل ذنب ينبغي أن يعقبه توبة وندم، وإلا فهو سيكون حسرة ووبال على الإنسان يوم القيامة. وأن كل خير في الدنيا يطال بالطلب من الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنه لا يملك كشف الضر ولا دفع الكرب ولا شفاء المريض ولا تحقيق المراد ولا قضاء الدين إلا إذن ممن أمره كلام وفعله كلام، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عباس الذي قال كنت خلف النبي يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات نظام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. رواه الترمذي، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ليعلم كل واحد منا أن الحديث مع الناس له آداب وهذا نظام، وأن النصيحة لها آداب وهذا نظام، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب وله طريقة في التغيير وهذا نظام، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها شرائط، الحكمة والموعظة الحسنة والبصيرة وهذا نظام. كل حياة المسلم يا إخوة هي نظام في نظام، ولا نظام أبدا بغير علم. للجماعة آداب، وللتجمع آداب، وللمسجد آداب، وللطريق آداب، وللطعام آداب، وللشراب آداب، وللنصيحة آداب، لكل ملمح من ملامح الدنيا آداب. قال رسول الله إنما بعثت معلما، معلم ليخرج الناس من عاداتهم وتقاليدهم ومن فوضاهم إلى جمال الإسلام ونظام الإسلام ورفعة الإسلام ورقة الإسلام. كم نحتاج إلى أن ندقق في كل شأن وأن ننوه على كل أمر. إنه الإسلام، إنه الدين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إحياء للخير. قال وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهداه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يصنعنا على عينه، وأن يربنا على دينه، وأن ينشئنا على طاعته، وأن يدبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وأن ينظم لنا شؤوننا فإنه على ما يشاء قدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله.